كيف منها نتواصل مع بعضنا زيقنا المستمعين بكل حب. الآن مش نمشي لمعتمدية الساقية من خلال خويا رمزي بدر وكذلك أختنا صابرين المرزوقي، تتويج لأبناء المسرح معهد الساقية. خليني نرحب بصعب رمزي. مرحبا بك خويا رمزي. ألو، عسامة عسامة مرحبا خويا بك. خماسي، عايش بارك الله فيك، عايشك عسامة لجميع المستمعين ذات كاف، أبناء التلاميذ، زملاء المربين. بعد حال فخر كبير هذا لولاية الكاف ومدينة ومعهد 58 سقيت سيدي يوسف على التتويج المرتبة الثالثة في الملتقى الوطني للمسرح بالوسط المدرسي المنعقد في قبلي دوز أيام 29-30 أبريل 1 ماي 2016. مشاركتنا بطبيعة الحال مرت بمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة تجريبية في مستوى المعهد. المرحلة الثانية بطبيعة الحال دخلنا في المنافسات الجهوية وفزنا في غضون السابقين بجائزة أفضل عمل مسرحي متكامل لمسرحية أوطان تستغيث، سيناريو إخراج الأستاذة الكريمة صابرين مرزوقي، وتمثيل أبنائنا تلاميذ أبناء نادي المسرح في معهد 58 في خديوس. نعم، في حالة التتويج هذا دخلنا في مناسبات باسم ولاية الكاف. نعم، دخلنا مباشرة لمهرجان دوز الملتقى الوطني. نعم، وفزنا رغم احترازنا على يعني الترتيب وعلى قرار التحكيم الذي نحترمه. تم إسهال الجائزة الثالثة ونحن فرحين رغم يعني الاحتراز، فرحين بطبيعة الحال وعنا فيها فيه هو أخوي رمزي. معناها هو بحكم متابعتي للمهرجانات هذه، ولت رأي كل ولاية تحتضن أي فعل وأي معناها حركة ثقافية وتكون فيها مسابقة أو ما غير مسلمة، يلزم الجائزة الأولى تكون لهم لأهل الدار، معناها باش تبدأ واضح الأمور. وعلى مسؤوليتي الشخصية دي نقولها، لأني نحضر في المهرجانات وحتى أنا مرة واحدة شديت في لجنة التحكيم وبعد ما عاد شديتها لنفس طرحت المسألة دي، شادة في مخي الحكاية. مليح مليح. بالنسبة للوليدات في الساقية نعرف فما اهتمام كبير بالنسبة للمسرح، معناها كيفاش تتعاملوا أنتم مع هواة المسرح؟ والله اولا نحب نعطيك يعني ممكن ياسر قد تكون صدمه للمشاهدين. نحن ليس لنا ماده مسرحيه وليس لنا استاذ منتدب مسرح. يعني المعهد توا هنا باش نحكوا بلغه اخرى، معناها كيفاش ما عندكمش ماده مسرحيه؟ ما كنتمش تقدروا في المسرح في المعهد تاعكم؟ بدايه من السنه الدراسيه هذه 2015-2016 تم غلق ماده التربيه المسرحيه وتم انشاء نفس الماده هذه في المدارس الاعداديه. وبطبيعة الحال هنا قعدنا في مواجهة جفاف أي إداري رسمي لغياب المادة المدرسة أمام توق وعطش وتعطش للتلاميذ الذين بدأت تتكون لديهم يعني ثقافة التربية المسرحية، وكان لزامنا أن ندخل في لعبة المخاطر هنا. نعم، مسؤولية مع فمي وعي زي الأستاذة صابرين مرزوقي اللي كانت السنة الفارتة هي متعاقدة فهمني، ولا عودة زميلتها اللي كانت في عطلة ولادة واصلت العمل معهم لآخر السنة. البرنامج يزمو يتواصل، ما لقيناش منفذ بحكم الانتدابات عندها قوانين لعبة ومعروفة، ولينا مشينا للباب التطوع. عندنا التطوع تحت مسؤوليتنا، المهم ما نخلوش ولاد ضايعين خاطر ما تعرف انت. لا معناها اللي لازمنا من خلال كلامك انت بالحق معناها نكرم صابرين على حساب هك. صابرين تحتاج تكريم كبير ياسر، هي بنت الليسي بنت المعهد وبطبيعة الحال، وهنا بطبيعة الحال من خلال النافذة هذه بطبيعة الحال هو أولاد المعهد أولاد في أي منطقة وخاصة في ولاية الكاف، المناطق اللي هي في مناطق ظل ومناطق نقولوا نحن مهمشة بين ظفرين. نعم، إذا كان أبناء المنطقة ما يكونوش بفعل إيجابي، يعني هنا كل إن خاصة فعل المثقفين، خاطر كل واحد توا قرأ 3-4 سنوات في الجامعة وعنده مخزون ثقافي، إذا كان لن يساهم به في بناء أجياله في أي إطار كان، في دار ثقافة، في معهد، في نوادي، في جمعيات، وهذا هو العمل الخالص الطيب النافع الذي لا ينتظر منه إلا بسمة الأطفال ويعني يبدو هكا يتألقوا، هذاك هو
يعني الزرع الذي يحصد بالنسبة إلينا كمربين. نعم. يعني بغض النظر أنه يكون إنسان لخطر أن كاد المعلم أن يكون رسولة، ورسالتنا يلزمها تكون رسالة شاملة في مستوى الثقافة، مستوى التعليم، مستوى التربية، وخاصة إذا هكا تشوف هالزهور هذه تينع يعني من عبق الصنوبر إلى عبق صحراء الرمال في بلدوز. في يعطيك الصحة. يعني حاجة كبيرة. باي صعبت علي المأمورية لأنه كان فما حديثي ولا حديث آخر بالنسبة لصابرين. خليني نرحب بها صابرين المرزوقي. مرحبا بك أختي العزيزة. ألو عسلامة. مرحبا بك صابر. لا ما تحشميش أنت، معناها تخدم مع الوليدات ببلاش ومعناها وتجيبي لنا جوائز كيما هكا وتبدأ حشمي، لازم صوتك يعود إلى أعلى بالقدا يا صابرين. أكيد أكيد. شكون صابرين المرزوقي؟ خليني تقدم روحها ترى. باهي. صابرين المرزوقي هي بنت الساقية الشهيدة، بنت ساقيتي يوسف. خدمت عملت كنت أستاذة متعاقدة مع معهد 58، عملت نيابة، بعد كملت مع نادي المسرح خاطر عنا مواهب وطاقات وإبداعات معناتها رهيبة، خاطر التلميذ باش والعمارة متاعهم بتعرف عمر حساس لازمهم عندهم طاقات، لازم يستعملوا الطاقة ليك في حاجات إيجابية. كملت معاهم خدمنا، شاركنا في عدة مهرجانات، مهرجان دولي لمسرح الطفل عمار بوثلجة في صاحب المسراتي، عملنا معناتها برشا عروض، نعملوا ديزانيماسيون، وعملنا مسرحية الحمد لله، عملنا مسرحية أوطان التستغيل، شاركنا بها في مهرجان الملتقى الوطني الملتقى الجهوي لمسرح للمسرح في الوسط المدرسي، الحمد لله تحصلنا على الجائزة الأولى، ثم تعدينا للمسرحية بالمسرحية هذيك للمنطقة الوطني للمسرح في الوسط المدرسي بمدينة قبلي. نعم نعم. وكيفاش كان التقابل نتاع العمل نتاعكم؟ اللي يبين وانه فيه تحدي، معناها ما فماش مادة معناها تتقرأ تدرس واستاذة توا معناها بطالة وحاولت وانه تعطي من وقتهم والجهد باش تواصل الفعل المسرحي والتدريسي والابداعي في المعهد ويكون التتويج على المستوى الوطني. العملية هذه بكلها كيفاش تقيمها صابرين؟ هذه العملية نقيمها أولا، نقيمها العملية هذه كانت عملية ممكن حبي للفن وللمسرح، ونحب ننهض بالبلاصة متاعنا، نحن منطقة حدودية عنا زادة الطاقات والمواهب هذه لازمها ما تكونش مدفونة، لازم بالحق الشباب ذوما نوعوهم توا باش نقاوموا هذايا، شنو هو الفكر هذا الظلامي والتعصب والإرهاب، نقاوموهم بالفن والمسرح. نعم. فهمتني؟ كهو ما لازمش كهو معك المسرحية هذه فوالا خدمنا معناتها خدمنا في حاولنا نخدمه في المسرحية متاعنا، اعتمدنا فيها منهج بريست، خدمنا في التغريب وهدم الجدار الرابع، الجدار الوهمي ذاك الفصل ما بين الجمهور والركح. مضمون المسرحية كان يتحدث عن الكذبة التي يعيشها الربيع العربي، التشتت، التفكك، المهدورة للوطن العربي. حاولنا زادة نحكي على حال الأطفال، حال الطفل العربي، والدليل معناتها في المسرحية فما خلفية الركح نشاهد فيها صور، صور مريعة لأطفال الشهداء، أطفال المحرومون من حق الحياة، حق العيش الكريم. الرؤية الإخراجية بتاع المسرحية كانت تعتمد جهد وفرض جهد من الممثل اللي هو التلميذ، جهد سواء كان مثلا جسد ولا صوت لبناء المعنى وتمرير رسالة. شكرا صابرين. انا من خلالك انت بتبيع نحب تحيه خاصه للوليدات وكذلك سي رمزي، ونطلب تكريم خاص للمجموعه هذه. شنو على القليله نذكروا الاسماء نتاعهم صابرين وليداتك هذوما؟ اولا تو نحب بعد معناتها تحصلنا على الشهاده هذه بعد المراره التي عشتها وعشناها، خاطر الجائزه الاولى كانت لي قبلي في مدينة قبلي. لأني قلت كذاك الموضوع مفروغ منه. كان جيت في الكيف راهي للكيف، وكان جيت في صفاقس راهي لصفاقس، معروفة الأمور هذه، راه ما تغير شيء برا. كان اللجنة جات تخدم كل من
كانت مثلا ما ناخذوش قبلي، معناتها ناخذوا اللجنه يقدموا اللجنة قبلي شكون فيها نجموا بربي ناخذوا صابرين؟ اللجنة شكون فيها؟ اللجنه فيها قبلي مندوبيه قبلي نورمالمون هكا واضح قبلي فوالا. الحمد وليداتك لله. اعطيهم كلمة تشجيعية، شكون الأولاد اللي معاك؟ أولا أتقدم بكل الشكر، عبارات الشكر والامتنان إلى السيد مدير معهد رمزي بدر الذي آمن أولا بطاقاتي بمواهبي كأستاذة وكزاد مواهب التلاميذ اللي كانوا معناتها اللي كانوا قدموا إبداعات ومواهب وضحوا بوقتهم وكل شيء، وأيضا السيد مندوب التربية السيد الحبيب الكعبي والسيد فوزي الرحالي وكل إطارات العامة مندوب التربية بالكيف مندوبية التربية بالكيف، وأسماء التلاميذ نتاعي عندي أسواق مصيبية، عندنا رصيفة روابح، أيوب مرزوقي، جهاد شرف الدين، عماد بفيحية، سامح خضورية، نور هدى التيبي، وكل اللي خدموا معانا واضح. التلاميذ كلهم تلاميذ المعهد كلهم يجوا بورتو ما فماش معناتها عندنا وقت معناها ما ان شاء الله فرصة اخرى بتبيع يجونا الكل ولا يجونا. يعطيك الصحة يا صابرين، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي معناها تكون انطلاقة جيدة، وإن شاء الله يا ربي تكون طالعة خير عليك أنت الأخرى وتخدم معاش تبقى معوضة ومن بعد تولي بطالة ومن بعد نبقوا اللوج، وإن شاء الله يا ربي يكون 2016 هكا بالجائزة هذه ينظروا لك بها بعين، مش نقولوا عين الرحمة، عين الإبداع، لأنه أولاد المناطق المحرومة هي المبدعة، راهي أولاد المناطق المحرومة خاصة تو على شريط الحدود، مش نبقى نحكوا تو هاي منطقة حمراء وهاو شكون باش يعملها، راهم أولادها وراو كل بلاصه ما يخدموها كان ولادها وكان بناتها وكان رجالها. أكيد. ان شاء الله الكلام هذا يوصل ويسمعونا الناس اللي حاشتنا وانه يسمعوه الكلام. خويا رمزي يعطيك الصحه، وهذا دليل على اهتمامك بالفعل المسرحي والتربيه. فقط ملاحظه، معلش كان حبيت ان تسمعني. الو نسمع فيك بابي. كان الوقت يسمع، فقط حبيت من توصيات اللجنه المضحكات المبكيات، ما التوصيات اللي قبل الإعلان عن النتائج، توصيات أنه ينبغي أن لا يزج بالتلميذ في القضايا هي أكبر منه جهدا. أكيد. يعني تلميذ 16 17 سنة، ولا بقي قضايا الوطنية هذه الكبيرة والإحساس بما يحوم حوله من قضايا، وكانوا يحسوا فكر يعني هكا قوي عليه هكا. نعم. نحب أنا من خلال إذاعة الكاف نسأل سؤال، إذا كان تلميذ 16 و17 سنة و18 سنة لا يعي بما يدور حوله، ما يكونش عنده فكر نقدي واضح ويكون متشبع بالروح الوطنية والفعالة، إن لم تكن سوف يكون رقمة سائغة في من يصطاده من الجريمة والإرهاب وغير ذلك. أكيد هو يعني نسمع معناها في موضوع المسرحية ومعناها والطريقة اللي تناولت بها صابرين الرؤية الإخراجية متاحة وتعملها في إخراج بواطن الأمور عندها وخلفيات وجدار الوهم والأكيد اللعب على الإنارة كذلك وصور الحية، فما دلالة كبيرة على قيمة المبدعين في الشمال الغربي وعلى الشريط الحدودي. نعرف ناس كي من هذوما تلميذ كي من هذا توك النجم يناقش أيا كان في موضوع أيا كان يحبه، معناها بدءا بالسياسه وصولا الى الارهاب، هذا امر ما شكوش فيه. ان شاء الله يا ربي، انا مش نقول حاجه تو بالحق، معناها اللي لعبته شويه في التليفون مع بعضنا هو صدفه البارح في فواكه من التراث، الاستاذ بربي ذكرني في اسمها الاستاذ اللي طلبت معانا البارح في فواكه من التراث، بربي ذكرني في اسمها، نحب نحييها تحيه خاصه. يعطيها الصحة، اللي هي كانت معناها حبت تحيي تلامذتها من خلال المنوع، وبالتالي فما اختفت انا الاخبار بطبيعة باش نجموا نقيموا ونخدموا المجموعة هذية. ان شاء الله معناها مندوب التعليم في الكيف نقول يحاول يدور المسرحية هذية على التلامذة باش يشوفوها ان شاء الله ويشوفوا قيمة العمل هذية بمدارسنا ومعاهدنا. شكرا لك خويا رمزي، يعطيك الصحة. شكرا صابرين المرزوقي، شكرا لك.